التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلون مع حضراتكم في أشواط صباح هذا اليوم. بدأت جولة الإنتاج والمنتجين الشوط الثالث عشر، انطلق بالإبكار المحليات الإنتاج، انطلق بالإبكار الثنايا الأصايل، انطلق بشعارات أبناء القبائل، انطلق بهذه الأسماء الجميلة والرائعة. انطلقنا مع هذا الشوط في بدايته ولنتعرف ونتابع ما يدور في الثمانية كيلو مترات من تنافس وأثاره حتى خط النهاية. بدينا بقطع الكيلو الأول في الثمانية كيلو مترات، والسمحة على رأس حربة الشوط عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي على المركز الأول تسيطر، بينما المركز الثاني، المركز الثاني اللي تاتي هناك على ما أعتقد أن شعار بن بروك الحميري اللي ياتي في المركز الثاني من خلال شعارها حتى يتضح رؤية رقمها. المركز الثالث، ثالث المراكز الجو، الجو لسالم بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الثالث، بينما هناك أيضا اللي تدخلت هذا الخيلي مبارك بن قطامي بن سعيد الخيلي اللي في المركز الثاني. أما بكمل النداء وباخذ المركز الرابع، المركز الرابع الوثبة، الوثبة في المركز الرابع حمد بن راشد بن غدير تتقدم على رابع المراكز. أما المركز الخامس هذه الظبي أحمد بن عتيجة الرميثي على المركز الخامس. المركز السادس الدانة، الدانة سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي ياتي بهذه الدانة الشاعر يقدم هذه الانطلاقة. المركز السابع، سابع المراكز هذه بن هادوم وشعار غازية غازية سعيد بن عبد الله بن عيد بن سعيد الاكتبي يتقدم على المركز السابع. المركز الثامن بن دري المنصوري يقدم احتلال مسلم بن علي بن دري المنصوري. المركز التاسع هذه جبارة جبارة محمد بن علي بالسعودي الاكتبي يقدم جبارة على تاسع المراكز. والعاشرة عندك يا بن منانة مكتوم بسعيد بن منانة يقدم شواهين. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى في أول إذاعتها، في أول أشواط الإنتاج والمنتجين، في هذه الانطلاقة وفي هذا الاندفاع. هذه العشر المراكز الأولى اللي ذعناها، اللي قدمناها في أول إذاعة، اللي انطلقنا مع شاشة دبي ريسنج في مؤسسة دبي للإعلام في هذا النقل الحي والمباشر الذي ننطلق فيه مع سن الكبار ومع يوم الكبار في الانطلاقة في هذا الاندفاع والتمهيدي الخامس تقريبا في انطلاقات هذا الموسم وهذه التحديات. نعود مع مصورنا اللي ماخذ الكادر العلوي في هذا الاندفاع ورقم واحد، وهي رقم واحد في قيادة الشوط وعلى المركز الأول، وعبد الله بن حميد بن مطر الدرعي. عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي يقدم سمحة على المقدمة، يقدم سمحة بينما هذه تاتي مشاهدي الأعزاء قمرة قمرة قمرة. مبارك بن قطامي بن سعيد الخيلي يقدم قمرة على المركز الثاني، ولكن تخطف المركز الثاني الجو 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 سالم بن سلطان بن غالب المنصوري على المركز الثالث وغيرت على المركز الثاني. المركز الرابع، رابع المراكز الظبي أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي شعارك يا الناطق الرسمي مع هذا الاندفاع على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس تتقدم فيه وتاتينا في هذه الانطلاق الوثبة حمد بن راشد بن غدير الواثق يتقدم، واستعداد من بو سلطان الدينمو الحميدي استعداد لأيام المهرجانات والكبرى والرميثي.
الرموز باين وواضح. عموما على كل حال نتمنى التوفيق للجميع، لجميع المشاركين والمجهدين لنيل الفوز والناموس. هناك الدانة للشاعر سيف بن أحمد بن خريد بن خريد يتقدم على المركز السابع، المركز الثامن من الجانب الآخر هذه السرية، السرية محمد بن صالح بن مجرن العامري يأتي بهذا الاندفاع، بينما المركز الثامن الثامنة مع شواهين مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، والمركز التاسع هذه غازية غازية سعيد بن عبد الله بن عيد بن هادوم الاكتبي يتقدم، والمركز العاشر أو التاسع التاسع هذه أو العاشر احتلال احتلال مسلم بن علي بن دري المنصوري. هذه النتيجة الثانية، هذه إذاعتنا الثانية للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز الأولى في مساري هذا الشوط، في اقترابنا واتجاهنا إلى حزام القابات، إلى حزام القابات مخرجنا كذلك مخرجنا. اللي يتابع يتابع المراكز الأولى وكل ما هو جميل يعطي الصورة الواضحة للمتابعين والمنطلقين. بدأت الأسماء، بدأ الجماعة، بدأ التقارب في مسار الشوط، هذا دليل واضح يعني يعطي أثاره في الشوط، يعطي تبادل مراكز، كذلك يعطي المضمرين أمال في الفوز والناموس لما يكون الشوط فيه تقارب حتى أكثر من العشر. عموما على كل حال أعود إلى الانفراد، التقارب من المركز الثاني إلى العاشر، أما المركز الأول فهناك انفراد ما شاء الله، انفراد واضح وباين من سمحة، سمحة سمحة متسمحة أمورها، متسمحة أمورها وانطلاقتها، قربت من الثلاثة كيلو مترات، قربت من الثلاثة كيلو مترات. وعبد الله عبد الله عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي يقدم سمحة ما شاء الله على هذا الأداء، على هذا الانطلاق الجميل مع الدرعي، المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز قمرة تأتي في المركز الثاني. مبارك بن قطامي الخيلي يأتي على المركز الثاني يقدم هذه الانطلاقة على ثاني المراكز. أما المركز الثالث مع شعاري بن هادوم غازية 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 سعيد بن عبد الله بن عيد بن سعيد الاكتبي يأتي على المركز الثاني. أما المركز الثالث من جانب اليمين من السياق الخارجي الضبي 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 أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي يأتي على المركز الثالث. الرابع الدان سيف بن أحمد بن خريدة يأتي على المركز الرابع. المركز الخامس أشوف وصول هذه الشاهينية وصلت من خلف العشر أحمد بن غانم بن علي المنصوري المنصوري بالمنصوري بن غنيم المنصوري على ما أعتقد هو اللي يتدخل في هذه اللحظات، بينما هناك جبار محمد بن علي بن السعودي الاكتبي يتقدم كذلك مع جبار وبن منانة. من الجانب الآخر هذه شواهين مكتوم بسعيد بن منانة يتقدم في هذه اللحظات. وهناك هذه المركز التاسع المسك محمد بن مسلم بن بخيت الراشدي يأتي في تاسع المراكز. والمركز العاشر رقم عشرة يا مجمل الصدف، العاشر رقم عشرة هذه السرية مع محمد بن صالح مجرن العامري. هذه النتيجة خلاص باي باي العشر، خلاص ذعناها للمرة الثالثة. العشر المراكز بنكون هني مع المراكز الأولى، مع المراكز الأولى، مع المركز الأول، مع الانطلاق، مع الانفراد في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع.
هناك المركز الأول الانفراد مع الأول مع المركز الأول عليك بالأول على الخبث والطيب وإيش عاد للتالي ولو جاب ما جاب في هذه الانطلاقة هذه سمحة سمحة عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي على المركز الأول مسيطرة مسيطرة على المركز الأول المركز الثاني تحرك من قمرة قمرة مبارك من قطامي الخيلي يقدم قمرة الناطق الرسمي كذلك يتقدم مع الضبي أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي الرميثي وبن منانة بن منان بن منانة أيضا مقدم نوعية جميلة ويختل الجميع مركز ما شاء الله مركز مكتوم بسعيد بن منانة مع المركز الرابع في هذا الاندفاع المركز الخامس هذه الشاهينية الشاهينية أحمد بن غانم بن علي المنصوري 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 يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع يا سلام يا سلام يا سلام في هذه الانطلاقة عودة إلى المراكز الأولى عودة إلى المركز الأول عودة إلى الشوط الأول للإنتاج المحليات لمن شوط المحليات الأول لا زالت الانفرادة ولا زالت حطوا على رقبتها رقم واحد وهي تحملت رقم واحد من البداية من الستار يدرعي ما تبقى للقليل شوف ما شاء الله التحرك شوف بنقطامي الخيالي ما شاء الله ما شاء الله في الأمتار الأخيرة والدرعي مسيطر وبنقطامي قادم صدر الأوامر مبكرين وانطلقت وبن منانة وأيضا هناك اللي أحمد بن عتيج الرميثي لا مال ما بين الأربعة في الناموس ولكن خلاص المركز الأول غيرت من الجانب الآخر قمرة مبارك بن قطامي بن سعيد الخيالي على المقدمة المركز الثاني سمحة عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي ولكن بن منانة قلت لكم أنه مركز الأمتار الأخيرة شوط الإنتاج والمنتجين في الأمتار الأخيرة يا سلام مكتوم بن سعيد بن منانة ينتزع ناموسي هذا الشوط شواهين مكتوم بن سعيد بن منانة ينتزع هذا ناموس بجدارة المركز الثاني قمرة مبارك بن قطامي الخيالي المركز الثالث هذه الظبي لأحمد بن عتيج الرميثي والمركز الرابع لمحمد بن علي بالسعودي الاكتبي المركز الخامس هذه من وصلت الشاهينية لأحمد بن غنيم بن علي المنصوري هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى عودتنا إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام محبينا الأصالة مع مخرجنا لعادة وفي لعادة إفادة مع الناموس والفوز هذا بن منانة 12 دقيقة 54 ثانية 6 أجزاء من الثانية تهانينا مكتوم بسعيد بن منانة على هذا الفوز المستحق المركز الثاني المركز الثاني 12 دقيقة 55 أربع أجزاء من الثانية من حلت في المركز الثاني المبارك بن قطامي بن سعيد الخيالي والمركز الثالث 12 دقيقة 56 وست أجزاء تهانينا والناموس لعبد الله بن حميد بن مطر الدرعي